أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في الأردن. تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي تم تصنيفه على من الدرجة الثانية خلال ساعات نهار اليوم الجمعة. تصبح الفرصة مهية لهطول زخات من الأمطار انطلاقا من المنطقة الشمالية ثم تدريجيا نحو المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم: تسود أجواء غائمة جزئيا مع فرصة زخات من الأمطار، 11 درجة مئوية، حرارة عظمى الملموسة 10 درجات، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة: نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد زخات من الأمطار 12 إلى 6، عجلون 10 إلى 5، جرش 13 إلى 6، والمفرق 14 إلى 5 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة عمان 11 إلى 5، نفس الأجواء في البلقاء، الزرقاء 14 إلى 7، مأدبة 13 إلى 6، والبحر الميت 20 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 13 إلى 5، نفس الحرارة في الطفيلة مع فرصة زخات من الأمطار، الشوبك رياح نشطة 10 إلى درجتين، معان 14 إلى 5، والعقبة 24 إلى 14 درجة مئوية مع فرصة أيضا لتشكل الصقيع خلال ساعات ليلة الجمعة على السبت. أخيرا المنطقة الشرقية، الأزرق 19 إلى 8، الصفاوي 17 إلى 6، ورويشت 19 إلى 6 مع أجواء غائمة جزئيا. إلى هنا تنتهي نشرتنا. جمعة مباركة نتمناها للجميع وإلى اللقاء.